تبدو قائمة بين المتظاهرين وبين مطلبهم بتنحي نظام الرئيس علي عبد الله صالح وإزالة كل رموزه وممارساته. تتالت التحركات والمواجهات دون أن تفت في عضد المحتجين الذين تنوعت تسمياتهم لجمعات التحرك دون أن تحيد عن الهدف الجامع: يمن ديمقراطي جديد. الهدف واحد، إلا أن الطرق المؤدية له تبدو متعددة في الأيام الأخيرة. فبينما ترى بعض قيادات ثورة التغيير أن ثمرة الزحف لم تنضج بعد، ذهب آخرون إلى أن النظام اليمني استفاد من كثير من الوقت الضائع فطالت أنفاسه بعد أن كان في موقع ضعف وتراجع. دليلهم على ذلك المبادرة الخليجية التي قبل صالح بها أولا ثم عاد ليماطل فيها تحت ذرائع منها رفض المشاركة القطرية. تلكؤ دفع القيادة اليمنية المعارضة أو دفع القيادية اليمنية المعارضة توكل كرمان للدعوة للزحف على مقر الحكومة والرئاسة لإجبار صالح على الرحيل. وكان الرد على التحرك بالرصاص، فسقط الضحايا والجرحى بالعشرات في فصل جديد مما تسميه المعارضة مجزرة تقترف في حق الشعب اليمني. إذن دكتور، كما تنبأ كثيرون ممن يعرفون أو يتقنون سلوك النظام اليمني أن تعامله مع المبادرة الخليجية كان من أجل المماطلة، من أجل كسب من الوقت، كسب مزيد طبعا من الوقت، وهذه النتيجة التي وصلنا لها. كيف ترى المشهد من الناحية السياسية أولا؟ من الناحية السياسية واضح أنه استغل المبادرة لكسب الوقت والمراوغة والمماطلة، وكنا نرى ذلك. وكنت أقول في وسط الأسبوع موقفه مع تسليم السلطة، في يوم الجمعة يخطب خطابا ضد تسليم السلطة. لا أدري كيف بالإمكان عدم رؤية هذا. الرجل لا يريد أن يتنازل رغم أنه يحكم منذ أكثر من 30 عام، وأيضا هنالك أسرة حاكمة في هذه الحالة، وأيضا أجهزة أمن، يعني أسرة وأجهزة أمن متشابكة. ولكن ومن الواضح أنه لا يوجد حالة مثل حالة مصر وتونس أنه الجيش رسمي وطني كذا خارج الانتماءات العشائرية والقبلية أو الطائفية أو غيره. ولذلك رأينا ما رأينا من تعقيد. ولكن من الواضح أنه قسم الغالبية الساحقة، وليست 60% أو 70%، الغالبية الساحقة من الشعب اليمني تعبر عن ذاتها بهذا، وأنه نظام فقد شرعيته عليه. وأنا اسمح لي أن أقول قضية مبدئية للجميع، يعني لم نفكر بها جيدا ولم نناقشها فكريا من الناحية الدستورية، من الناحية فلسفة القانون يعني أو منطق أنظمة الحكم. أنه عندما يستخدم نظام هذا الكم من العنف في قمع مظاهرات سلمية، وهو وظيفته حماية السكان، هذا ينطبق عليه وينطبق على سوريا أيضا، من وظيفة النظام أن يحمي حياة المدنيين، عندما يقوم بقتلهم بهذا الحد، بغض النظر هلأ في ناس مسلحين بحالة أخرى أو عصابات، بالمجمل المظاهرات مدنية، بالمجمل يتم إطلاق النار على المتظاهرين وعلى التجمعات التي يتم فيها متظاهرين. هذه ظاهرة عامة في اليمن وفي سوريا. في حالة ليبيا الناس لجأت على السلاح بضحايا أقل من حالة سوريا بكثير. يعني حالة بنغازي والبيضة في ليبيا كانت حالة أضعف بكثير، لجأ الناس فيها السلاح، وجدوا من المبرر أن يدافعوا عن أنفسهم أمام نظام يعتدي على مظاهرات سلمية، وجدوا مبررا أن يدافعوا عن أنفسهم بالسلاح، لأن وظيفة النظام هو أن يحمي حياة الناس لن يعتدي عليها، حتى لو كانت المظاهرة مدنية تطالب بإسقاط النظام. ليش النظام الديمقراطي ما عنده مشكلة علي مع مظاهرة تطالب بإسقاط النظام؟ لأنه في عملية انتخابات دورية، أوكي صار في انتخابات ديمقراطية، بعدين النظام يستوعب إسقاط، يستوعب شعارات إسقاط النظام، لأن النظام لا يسقط عمليا، يسقط شيء داخل النظام والنظام يعيد إنتاج نفسه في حالة الديمقراطية الليبرالية المأساة في الغرب. هنا في أنظمة تشعر بتهديد من مظاهرات مدنية تطالب بإسقاطه فيعتدي عليها بهذا الكم، هنا يفقد شرعيته، يصبح هو العصابات المسلحة. يعني هو بيقول جاء كافر، أنت الآن عصابة مسلحة لأنه تعتدي على حق مدني للناس بالتظاهر، وظيفتك تحميهم، تعتدي عليهم، أي أنك تتصرف كأنك عصابات مسلحة. هنا فقط المسؤولية العليا جدا للمواطنين الشرفاء تمنعهم من استخدام السلاح، ويشدون على أسنانهم ويستمرون يقبضون على الجمر عمليا، يقبضون على الجمر إن لم يكن على الرصاص، مواجهة أجساد، يقبضون على الجروح النازفة ويستمرون عمليا في شيء ما في شعب تاني عمله. أنا بعرف تيانن من سحقوهن وانتهى، حالات أخرى تحولت إن كفاح مسلح، بس لا يوجد حالات من هذا النوع إنه شعب رغم إطلاق الرصاص عليه مصر. هذا بدك تضرب قوته بألف من حيث إصراره، وبدك تضرب عدم شرعية النظام بألف. هذه أنظمة هذا اليمن وسوريا،
نعم طبعا اذا انت تستخدم هذا الكم من الرصاص تفقد شرعيتك الدستوريه من الواضح. يعني هلا انت لا عندك شرعيه انتخابيه مش منتخب، ولا شرعيه سلالات ملكيه مش عارف لها عمرها 300 سنه و400 سنه، ولا شرعيه تحرير انه ثوره شعبيه ما زلت تواصل حركه التحرر، بمعنى حررت البلد وبقوه الكاريزما النابعه عن حركه التحرر الشعبيه انت مستمر بالحكم، ولا حتى عقد اجتماعي لانه الفرق بين الغني والفقير يزداد وكذا، مش انه في عقد اجتماعي فيه تلبيه لحاجات الناس الاساسيه وحد ادنى من المساواه. يعني بقي بس قضيه انك تحمي حياه المدنيين، اذا كمان هذا لم تعد تحمي حياه المدنيين بل تعتدي على المدنيين لانهم يعبروا عن رايهم سياسيا ولو كان هذا الراي هو اسقاط النظام، فهنا في فقدان شرعيه للنظام. وانا اعتقد انه الحاله اليمنيه هي حاله من هذا النوع. اليوم ما سالتني على الخطاب، اليوم الخطاب الذي سمعناه من الرئيس اليمني فيه دعوة للحرب الأهلية، يعني هو يدعو لذلك. كمان هون يعني من يفعل هذا؟ إنه يقول للمواطنين إنه طب الجيش فهمنا الجيش، بس في بدعي المواطنين آخرين مع الجيش يحموا المؤسسات من زحف مدني لمتظاهرين يزحفون إلى هناك ولا يستخدمون السلاح. ماذا على المتظاهرين الذين ينوون الزحف العمل في هذه الحالة برأيك؟ يعني هم عليهم أن يقرروا، لأنه وأنا كمان لا أستطيع أن أتنبأ وأتوقع، يعني أنا أفضل الحديث عن الماضي والحاضر لا أفضل الحديث عن المستقبل، ولكن من الواضح أنه خشية الصدام دكتور يحتاج إلى تخطيط جيد، يحتاج إلى عمل مش فردي بده يكون في كل المحافظات سوية، يحتاج إلى تكاتف مع القبائل اللي بقيت حولهن واللي بعدها بتحمي أو الآخره على الأقل في هذه المرحلة، يحتاج إلى تكاتف مع الأجزاء من القوة العسكرية الجيش اللي انفصلت واللي مستعدة تنفصل وتتصرف بشكل وطني ومسؤول عن الناس. هلأ كيف هاي بتترتب كلها سوا ما بعرف، لأنه ليست في الميدان، ولكن من الواضح أنه بده يكون في تحرك أوركستريتد، يعني في نفس الوقت متزامن في كل المحافظات سوية لكي يكون بالإمكان مواجهة حال ما يتحدث به. كيف ولا لا أستطيع. بالنسبة سياسيا على صعيد المبادرة، قطر انسحبت، هل لدينا مبادرة خليجية بدون قطر أم لم يعد لدينا مبادرة خليجية والنظام الآن بدأ يتعامل؟ لا هو قطر يعني قطر دولي، يعني انسحبت الآن لن تضع فيتو في البداية، كانت مع في البداية وبالعكس هو يعني لدينا مبادرة قطرية، هو هاجمها واعتبرها مبادرة قطرية ولا آخره، لم تكن معترضة بالعكس كان أيدت. الآن بعد أن انسحبت هم الإخوان يقررون يريدون أن يستمروا أم لا. أعرف أن هنالك زيارة للأمين العام للمجلس، كيف سيتصرفون لا أدري، ولكن رئيس الدولة انظر كيف يتحدث، والمعارضة تقول أن هذه المبادرة أصبحت غطاء للرئيس. إذا ما معناها بالضبط كيف ستكون؟ أنا أعتقد أنه أفضل ما يفعله الآن هو الضغط على الرئيس، لأنه على فكرة بدون دعم قسم منهم لا يستطيع أن يستمر. غربيا لأول مرة نسمع اليوم موقف أمريكي يطالبوا بالتنحي بشكل جدي، لكن لا يوجد تفاعل حقيقي، لا ضغط حقيقي مع حجم المظاهرات في اليمن. لا بالمرة، وهذا استمر فترة طويلة، ومن الواضح رغم أنه في سوريا كان هناك من تصريحات كثيرة، سفك الدماء حجمه طريقته في ليبيا لما بديت أقل من اليمن وأقل من بالطبع مصر وتونس، أقل مصر وتونس، عارف أنت سفك الدماء يعني حجمه في تونس كان أقل بكثير، ومع ذلك لم يكن لا في نفط ولا في إسرائيل ولا في كذا، وفي ترتيبات أمنية متعلقة بالقاعدة. طبعا الآن سوف نرى كيف سيستطيع الولايات المتحدة والغرب أن يستمر بالتجاهل بهذا الشكل، وعمليا ما يحصل هو أمر غريب للغاية في التفاعل مع الشعب. يعني حبذا لو تمر الأمور بدون ثمن غالي، لأنه واضح أنه النظام فقد شرعيته. أنا لا أدري على ماذا المكابرة والمعاندة، يعني ماذا سيفعل؟ سيقتل ألاف؟ إذا سيقتل ألاف ماذا سيحصل بالضبط؟ هل يريد أن يدفعهم لحمل السلاح لكي يبرر حرب أهلية؟ ألم يشبع من حرب أهلية واحدة؟ آمل أن ينتصر المنطق في هذه الحالة وفي كافة الحالات، لأن هنالك من تشعر أنه يريد أن يدفع الشعب لحمل السلاح لكي يبرر شن حرب على الشعب. هذا غير معقول. في يجب أن تحصل قناعة عند الجميع أنه يجب أن يحصل عملية تحول ديمقراطي تدريجي لا تتعرض إلى هزات اجتماعية ولا شروخ اجتماعية لا طائفية ولا غيره. هذا يحتاج إلى حكمة للتحول التدريجي. أعتقد في حالة اليمن بالسلوك الراهن حاليا لا أراها، يعني أين هي؟ إن شاء الله بيجي هلأ فجأة ضغط سعودي وأمريكي، إن شاء الله بيجي لا أدري، ولكن أعتقد أن الشعب اليمني هو مسؤول عن وحدة أراضيه وعن مستقبل، وسيحافظ على اليمن وسيحافظ على اليمن في مؤسساته ديمقراطي مش الدول الأخرى. نستيقظ يوميا دكتور، سؤالي الأخير في دقيقة تبقى الوقت،
استيقظ يوميا على أعداد كبيرة من الشهداء في اليمن، في سوريا وفي ليبيا، وهذه الدماء العربية التي تنزف يوما بعد يوم. ما هي الحالة التي تنتج نتيجة متابعة ومشاهدة كل ما يجري في هذه البلدان؟ يعني من ناحية نحن نرى أن هنالك تحول في السنوات القادمة سيشمل كافة الدول العربية باتجاه التحول. نأمل أن يتم بدون سفك دماء، لأنه يعني سفك الدماء يشعرنا جميعا بالألم، إنه في حتمية أن الناس تسفك دمهم لأنهم يريدون الحرية ويريدون العيش بكرامة ويريدون مواطنة متساوية، يريدون شيء مفروغ منه لا أحد يعطيهم إياه. نحن نسمع أنه قرر الرئيس أن يعطي، مين أنت لتعطي؟ أنت مواطن ومفروض تخدم هؤلاء المواطنين، وهذا مش إشي عندك بدك تعطيه، هذا إلهم، أنت ماخده بغير حق، هذه حقوق المواطنين. هيك الناس أصبحت اليوم تفكر، ما حدا بتكرم عليها، لا سيادة الرئيس ولا سيادة الكذا، ولا حدا بتكرم على حدا، هو مثله مثل أي. تغمض عينيك وتخيلوا بدون ألقاب بتلاقيه شخص متوسط كثير من شعبه بيشبهوه، مشان هيك العملية الديمقراطية، لأنه بيجي مثله وبيجي غيره وبتكرر، لأنه ما في واحد سوبرمان ولا في واحد كاريزما مش عارف شو بطل زمانه أو عامل أعاجيب وخرافات. ولذلك ليس من حقه أن يقتل أحد لأنه بيطالب بحقوقه وكرامته، هذا بيجعلنا نغضب عليهم. مش من حقك تقول، مش أنت مش أحسن من أي واحد في هدول، لا بالذكاء ولا بالمنطق ولا بالإنجازات ولا بالبطولات، بشو حدا استلمها بالانقلاب وحدا تاني ورثها وراثي، بشو؟ ولذلك أنا أعتقد أصبح عندنا موقف الحقيقة من رؤية الدماء تسفك بيد هؤلاء. المفكر العربي الدكتور عزمي بشارة، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من حديث الثورة. غدا فصل جديد من فصول هذه الثورة العربية المجيدة التي تنطلق في هذه البلدان، في رعاية الله.